درسنا النهاردة اتهرس في مليون فيديو قبل كده، بس هعيده تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة هنتكلم عن الدبل اكسبوجر، هي عبارة عن دمج كده بأسلوب معين. تعالوا نشوف الدرس ونشوف إزاي هنتعامل معاه. فيلا بينا نروح على الفوتوشوب. يلا بينا. اهلا بيكم في فوتوشوب. علشان نعمل دبل اكسبوجر في صوره، لازم الصوره او الباك جراوند تكون بيضه، او نقدر نفصل العنصر او الكائن اللي احنا هنشتغل عليه دبل اكسبوجر، سواء كان حيوان او بورتريت او اي حاجه، المهم تبقى مفصوله بباك جراوند لونها ابيض. وبتختار بقى صور مرتبطه بفكره التصميم اللي انت هتعمله. مثلا هنا انا اخترت الفيل، فهختار غابه او هختار جبال، حاجه تمشي مع الجو ده. قلنا ان لازم الباك جراوند تكون بيضه، فبالتالي هبدا ان انا افصل الفيل عن الباك جراوند دي. قدامي طريقتين، يا اما اختار الكويك سيليكشن تول، الاداه دي اختارها طبعا W من الكيبورد، وببدا ان انا اكبر حجم البرو شويه وابدا اعمل السيليكت بالشكل ده. بس ظهر معايا عيب لما اشتغلت على الديزاين ده، اداني هنا سوفت ايدج او اداني الحواف ناعمه او بكسله شويه بالشكل ده، فبالتالي انا مش هستخدمها. انا هستخدم البين تول افضل علشان تديني الحواف تكون حاده ويكون بالظبط على الشكل بتاعي. وطبعا اللي ما بيعرفش يقص بأداة البين تول، في حوالي 3 دروس بتقدر من خلالها انك تتعامل مع البين تول بسهولة. واللي لسه ما بدأش مع ادوبي فوتوشوب يقدر يدخل يشوف الكورس من البداية، من اول الصفر لحد ما تقدر تتابع معنا الدروس دي. يلا خلونا بسرعة نقص الفيل من الصورة. وفي النهاية لازم توصل اخر نقطة باول نقطة، وبعد كده بضغط كنترول زيرو عشان يعمل لي فيت ان سكرين. بعد ما خلصنا بضغط كنترول زائد انتر علشان يعمل لي سيلكت. بعد كده بعمل كنترول جي علشان ياخد لي كوبي، او انك تقدر تعمل كنترول سي وتعمل كنترول في برضو هيديك نفس النتيجة. يبقى انا دلوقتي قصيت الفيل بتاعي، في شويه عيوب هنا في القص بس مش مشكله، ممكن انا احدد اللاير، اضغط كنترول واضغط على اللاير هيعمل لي سيلكت حواليه بالشكل ده. ممكن اخد الستام تول واعمل بالشكل ده، بس كده ده مش هيبان معايا فما تهتموش قوي. بعد كده بروح بعمل نيو لاير وبنزلها تحت هنا، وبعملها فيل كنترول باك سبيس من الكيبورد علشان يعمل لي فيل باللون الابيض. يبقى انا دلوقتي فصلت الباك جراوند وبقى عندي الفيل لوحده في لاير لوحده ومقصوص. تعالوا بقى نروح على الصوره. تعالوا ناخد الصوره دي وبسحبها على اللاير اللي عندي، او بسحبها في البروجكت اللي انا شغال عليه، ومثلا بخليها بالشكل ده. بروح هنا على البلند مود وبختار سكرين، او اقدر ان انا اختار لايت عادي حسب ما تحب، الاثنين بيأدوا لنفس النتيجة. خلينا نختار سكرين وهتكون بالشكل ده. ممكن ان انا اعلي بقى الكونتراست بتاعها شوية، بعمل كنترول ال بفتح الليفلز. انا عايز اللون الابيض يختفي شوية او الالوان الفاتحة، ببدأ ان انا احرك بالشكل ده او بحرك السلايدر من هنا. عايز ازود الكونتراست شوية في المناطق اللي فيها شادو، ببدأ ان انا احرك بالشكل ده. طبعا الالوان باظت معايا كده كده، انا هحولها بلاك اند وايت. علشان تحول بلاك اند وايت او تحول للون الابيض والاسود، في اكتر من طريقة. ممكن تحول البروجكت كله لبلاك اند وايت عن طريق انك تروح على ايمج، على مود، على جري سكيل، او انك تحدد اللاير تضغط كنترول شيفت يو هيحول لك اللاير لابيض واسود. بس في الحركة دي مش هتقدر انك ترجع عنها تاني، فبالتالي هرجع كنترول زد وهختار من الادجستمنت لاير تحت هنا، بضغط عليها وبختار بلاك اند وايت. دي ميزتها انها بتحول لك، دي عبارة عن لاير بتحول كل اللاير اللي تحتها للون الابيض واسود. يعني اي حاجة تحت الادجستمنت لاير هتبقى لونها ابيض واسود. لو انا مثلا رفعت دي فوقها بالشكل ده، فبالتالي هتلاقي كل اللي تحتها ابيض واسود، واللي فوقها بيلون بالوانه عادية.
فبالتالي هرجعها تاني بالشكل ده. جميل جدا. دلوقتي في عندي بقى شوية عيوب هنا. عندي في اللاين ده بتاع الصورة ازاي بخفيه. بكل بساطة قدامك حل من اتنين، يا اما تمسحها بالطريقة العادية خالص انك تختار الايرث تول ومثلا تختارها سوفت، طبعا بضغط كليك يمين في اي مكان علشان تظهر لك البانل دي، تضغط سوفت وتبدأ انك تمسحها بالشكل ده، بس لو مسحتها برضو مش تقدر تتراجع عنها. فعلشان كده هنروح هنا على الماسك، هختار الماسك بتاعي وبالشكل ده. طبعا الماسك هنا لما يكون لونه ابيض يبقى انت هتلون عليه باللون الاسود، والعكس لو هنا لونه اسود هتلون عليه باللون الابيض. طيب بروح هنا على الكالر عندي او على الالوان، بخلي اللون اللي فوق لونه اسود، طبعا هو موجود اسود، وبختار بقى البروش او بختار الفرشة عادي، ومثلا بختار السوفت برضو، وببدأ ان انا اعمل بينت بالشكل ده. فبالتالي هو هنا مسح لي الماسك. لو انا عملت ديليت ماسك فبترجع عادي الصورة، يبقى انا كده حافظت على الصورة بتاعي، حبيت ارجع لها في اي وقت برجع لها بكل سهولة. طيب ممكن ازود الكونتراست شوية كمان، ممكن احددها اللاير وبعد كده اضغط كنترول ال للليفل، ممكن ازود الكونتراست بتاعي اكتر، وممكن اروح على الفيل كمان اعمل عليه ليفل بالشكل ده. جميل جدا. ممكن بقى انك تمسك الصورة بتاعت اللاندسكيب او بتاعت الجبال، ممكن انك تحركها عادي، تختار المفتول، ممكن مثلا تخليها كده تخليها كده، يعني انت بتختار الشكل بتاعك هيكون ازاي. مثلا انا عايزه من اول هنا. لو انت شايفين في هنا السماء عندي عاملة مشكلة، فبالتالي هعملها ازاي. نفس القصة، بتروح على الماسك وبتبدأ انك بالفرشة انك تلون او تمسح بالشكل ده. بس هنا ظهرت عندي مشكلة، وهي ان انا لما مسحت من الصورة اللي انا بستخدمها بينت معايا الفيل، لان هي احنا عاملين في البليند مود مختارين سكرين، فبالتالي لما همسح منها هيبدأ يبين تاني الاوبجكت الاصلي اللي احنا عاملين بليند عليه، فبالتالي همسح بالشكل ده. فكده بقى هضطر ان انا اروح على صورة الفيل نفسها، ممكن اخد منها دبل او بعمل كنترول جي علشان اخد منها نسخة احتياطي تخليها معاك، وبتشيل عليها الهيدن او بتخفيها. بعد كده بتروح على صورة الفيل نفسها، بتبدأ انك بأداة الارث استيكا انك تبدأ تمسح بالشكل ده. يبقى انا كده مسحت من الفيل نفسه. لو انا عملت دي كده هتلاقوا مسحت من الاوبجكت نفسه علشان اوصل للنتيجة كده. ممكن بقى ارجع تاني على البلاك اند وايت. مثلا هنا عندي الصورة اغلبها في اللون الازرق، فبالتالي لما انا بحلعب في درجات اللون الازرق هيديك شوية كونتراست في الصورة بتاعتك مثلا بالشكل ده. جميل جدا. يبقى انا كده خلصت الجزء الاول بتاعي. طب انا دلوقتي الصورة كده تحس انها محتاجة شوية شغل، فخلينا نروح على الصورة بتاعتنا. خلينا نفتح الصورة دي، ناخدها نحطها في الباك جراوند بحيث تدي برضو شكل كويس في التصميم بتاعي. بعمل كنترول وبراكت علشان انزلها لتحت بالشكل ده، وبضغط على واحد من الكيبورد علشان يخليها بالشكل ده برضو. طب دلوقتي ظهر معايا حاجة تانية. انا دلوقتي اول ما نزلت الباك جراوند عندي بالشكل ده، شايفين انتوا الصورة هنا اللي احنا عاملين لها دمج مع الفيل، ظاهر الاطار الابيض بتاعها. ازاي اقدر اتعامل مع الموضوع ده؟ بكل بساطة هتحدد الصورة كنترول الت جي من الكيبورد علشان تعمل لها او تقول لها ادخلي جوه الاوبجكت بتاعي، فبالتالي انت كده بتريح دماغك من الموضوع ده بكل سهولة. ممكن نخليها بالشكل ده. باقي اخر جزء معايا، وهو اعمل لوك لي او اعمل تان للصورة بتاعتي. بروح هنا على الادجستمنت لاير، بختار جريديانت ماب او بعمل جريديانت للشكل بتاعي. بفتح الجريديانت عندي، مثلا انا حابب الجريديانت ده. جميل. ممكن تخليها باللون ده برضو شكله كويس، وممكن انك تروح هنا وتختار لايتن، هيديك تان كده على الصورة بتاعك. فهمكوا حاجة، دي المناطق الغامقة ودي المناطق الفاتحة، او اللون اللي هيبقى هنا هيأثر على المناطق الغامقة. زي رجل بتاع الفيل فيها الشادو زيادة، فبالتالي هتاخد من اللون ده، والمنطقة اللي فوق هنا او المنطقة الفاتحة هتاخد من اللون ده. تعالوا اوضحها لكم بشكل اكتر لما بشيل بالشكل ده، فبالتالي بتوصل معايا للنتيجة دي.
طبعا بعمل كنترول اس وبعمل سيف فاينل وبحفظ الشغل بتاعي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو انتوا عايزين تمارين اكتر في برنامج ادوبي فوتوشوب اكتبوا لي في التعليقات واستنوني فيديو جديد. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.